الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. كنشكركم أولا على تلبيتكم الدعوة أولا وحضوركم لتغطية الحدث المهم اللي كتنظمو المنظمة المغربية للدفاع عن الوحدة الترابية. جاء هذا اليوم الدراسي أو هذا الاندماج في سياق الجهود الدبلوماسية لتقويم صحة العالم العام محمد السادس. وجد الحراك العربي خمس على اعتقاء انها تبنى المواقف الداعمه لقضيتنا الوطنيه. Bonsoir, merci. Merci pour la parole. Ok, qui m'a donné. Donc, je m'appelle Akora Ange Parfait. Je suis de nationalité ivoirienne, artiste chanteur de la Côte d'Ivoire, voilà. Auteur, compositeur, écrivain, voilà. Et donc, je suis le président de l'association ASD-TEMA, Association des émigrés subsahariens pour la défense de l'intégrité territoriale du Maroc. Et je suis encore là à Safi. Donc, nous disons la paix dans le Maroc, la stabilité, l'unicité, et nous demandons aux Marocains de ne pas se tromper de combat. Parce que le blanc, dans sa politique, il gagne et il gagne. Le blanc ne travaille pas pour que nous nous gagnions. الاستاذ عبد الفتاح ابو العز باحث في الجغرافيا السياسيه، استاذ بكليه متعدده التخصصات الاسفي، باحث في الموضوع منذ تقريبا 38 سنه. فالخطاب الملكي حول عوده المغرب للاتحاد الافريقي يحتاج الى دراسات متعدده التخصصات. الان بان المياه في مصر، في نيجيريا، في اثيوبيا لم تعد كافيه. نيجيريا 180 مليون، مصر 120 مليون نسمة، هذه البلدان لا مكانش الفوسفات ديال المغرب ما عندها ما تاكل. هي ليست عودة، هو بقي مستمرا مع البلدان الإفريقية التاريخية اللي عندها مستقبل واللي مشات مع المغرب في نفس الخطة ديال التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية الاجتماعية إلى آخره المجالية، وترك إفريقيا الرافضة، إفريقيا المؤدلجة، إفريقيا التي كانت تبسطر النظريه. وسؤالي غادي نقيل هذه الكونفرنسيه باسكو اسكو لوما ايت اون اوتوبي او ان ريف باسكو جو بار دو برانسيب كو سي لو ماروك ا بيردو بوكو دو تون بور سو كونتينون فير بارتي دو شاكون دو نو دو شاكون دو توس ان كي دو فير بارتي دو قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع